مرحبا بالجميع عند صابرينا. اليوم راح نعملو حلوى جديده، تابعوا معايا. اليوم راح نعملو ان كاطو او شوكولا. راح نحتاجو فيه الى 4 بيض، الى نصف كاس من السكر، راح نحتاجو الى ملعقه صغيره من الفانيليا، راح نحتاج الى كيس ونصف من الخميره الكيميائيه، راح نحتاج الى كاس من الفرينة، يعني نفس الكاس اللي وزنت به السكر. راح نحتاج الى 3 ملاعق من الكاكاو. اولا راح نكسر البيض، نضيف له السكر، راح نقوم بتقليب
إدخال هذه الكيكة إلى الفرن ونقوم بتجهيز الكريمة. هنايا راح نحتاجو الى الكريمه، الى كريم باتيسير راح نحتاجو الى 500 ملل من الحليب، الى بيضه واحده، الى ملعقتين من المايزينا، ملعقتين اكل من المايزينا، ملعقتين اكل من الفرينه. راح نحتاج الى فانيليا ملعقه صغيره، ونحتاج في الاخير الى 50 غرام من الزبدة، بلا ما ننسى ربع كأس من السكر. راح نقوم بمج هذه المكونات في الحليب وهو بارد، وبعد المج الجيد راح نعمله تحت نار هادئة. هكذا نتفادو أن الكريمة الباتيسيه تخرج لنا محبة، يعني فيها حبيبات، هكذا تخرج لنا صافية وجميلة. ندعو جميع المكونات تحت نار هادئة، نواصل في الخلط حتى نتحصلوا على خليط كريمي. بعد ما الكريمة نتاعنا توجد نحوها من تحت النار ونواصلوا في الخلط، سيتادير نحطوها فوق البوطاجي او بيان فوق لاطابل ونواصلوا في الخلط حتى تتفنى، ونضيف لها الزبدة اللي هي 50 غرام من الزبدة، ونمزجوها جيدا مع الكريمة نتاعنا، نغطوها بان بابي فين وندخلوها الى الثلاجة الى حين الاستعمال. الكريم باتيسي نتاعي لازم نستعملها بارده، لانني راح نمزجها او نخلطها مع لا كريم شانتيه اللي رايحين نبريباروها الان. لا كريم شانتيه هنايا كيما موالف نطلعوها، درنا كاس تاع غبره تاع الشانتيه مع كاس الى الربع من الحليب. هنايا ايضا الكريمه لازم نطلعوها وندخلوها الى الثلاجه، لان اصل الكريمات لازم يكونوا باردين. الان الكيكه نتاعي راهي جاهزه، او الجينواز نتاعي خلاص راهي جاهزه، نقطعها الى نصفين، نصف راح نعملو لاباس تاع لوغاتو تاعي
ونصف نتاعي رايحه كامل نفته، لاني رايحه نستعمله وهو مفتت. هنايا الكيكه رايحه نشربها مليح بالحليب، يعني رايحه نستعمل فقط الحليب. هنايا راني نقوم بتسريع الفيديو أصدقائي، لأن الكيكة فيها مراحل كثيرة. بعد ما كل من كريمة الشونتيي وكريمة الباتيسيي بردوا، راح نقوموا بمزجهم مع بعضهم البعض، يعني خلطهم في رحبة باه نتحصلوا على كريمة خفيفة ولذيذة. هذه الكريمة تصلح للكثير من الكيكات والكثير من الحلويات، راح نشوفهم في وصفات أخرى إن شاء الله. الأخير راح نعمل الغاناش، غادي نستعمل 200 غرام دو شوكولا و 200 غرام دو كريم ليكيد. هنايا بإمكانكم استعمال الشوكولا اللي تحبوها، سواء البيضاء أو السوداء. أنا في هاد الكيكة راح نستعمل السوداء. أنا الكريمة نتاعي ها هي وجدت، كنت عملتها تحت نار هادئة من دابلي شوكولا ومتازج مع الكريمة السائلة، يعني نحيته من تحت النار. الآن نقوم بالمونتاج نتاع لو غاتو نتاعنا. غطيناها كامل بالبسكوي اللي فتتناه، نعاودو راح نغطيوها بالكريم. ما شاء الله، انتهي الجميلة. الآن راح نعملها الغاناش.
منها هي الكيكه تاعي. الان راح ندخلها الى الثلاجه. الكيكه ها هي وجدت بعد ما خليتها ترتاح في الثلاجه. راح تجيب هذا الشكل، يعني فوندونت وطريه وتدوب في الفم. هنايا بالنسبه للغاناش اللي ما يكونش حاضرها الشوكولا والكريمه السائله، بامكانها فقط تشوبودري لو كاكاو من الفوق، يعني تعمل فقط الكاكاو من الفوق كما راكم تشوفوا هنايا في الكيكه الثانيه اللي قمت بها. والان ما بقى لي الا نقول لكم شهيه طيبه وتصوموا بالصحه ورمضانكم كريم. ما تنسوش اصدقائي تضغطوا على زر الجرس حتى يصلكم كل جديد. صبرنا الان نقولكم مع السلامه.